أجابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل العطور الغربية بصفة عامة والتي تحتوي على نسبة من الكحول هل تنجس الثوب أو البدن، وهل تجوز الصلاة إذا قام الشخص بالتطيب منها؟ الأصل في الأطياب الحل والطهارة، الأصل فيها الحل والطهارة، ما لم يجزم بأن فيها شيء من الكحول وهو الخمر، فإذا تيقن وعلم أن فيها شيء من الكحول لا يجوز، فإنه لا يجوز استعمالها. إذا تيقن هذا وتحقق منه وثبت أن فيها كحولا إنه لا يجوز استعمالها، لأن الخمر لا يجوز استعمالها، ولا وهي نجسة أيضا، تنجس الثياب والبدن، فلا يجوز استعمال ما فيه خمر إذا ثبت هذا وتحقق. أما مجرد الشائعات ومجرد الشكوك هذه لا يبنى عليها حكم، والأصل الحل والأصل الطهارة.